البحر الميت بحيرة ملحية مغلقة تقع على أخدود وادي الأردن على خط الحدود الفاصل بين الأردن وفلسطين، سمي بالبحر الميت بسبب ملوحته الزايدة وعدم قدرة الكائنات والأسماك على العيش فيه. رح اتوجه لأهالي مدينة القامشلي وشوف هني شو بيجاوبوني. تسميت البحر الميت بالميت لأنه الملح فيه زايد ولأنه ما بتعيش فيه الأسماك. جبرقو شوربونا بس دي وما سيدي تنجبر له بحر الميت نابينا. يا ديما نظام برقو أضع مرية أبيان تيد مرنن أبنا في بحر يتركيبونن ويا حيوان تبتيد مرنين أبنا لانه ملح زياده ملوحته زياده لانه فيها املاح كثيره املاح ما تتحمل الكائنات الحيه وهي اذا البني ادم اذا يغطس به يعقم الجسم والله يعطيكم العافيه. جبر ملوحتين هيك زيدي نظام سبب ليش كوزان بينا غيري فينا بشم ما بيعيش فيهم كائنات حية وأي طحالب خضرة. بحر الميت تشتكي ما عايشة هنا مواصين الدارة تشتكي شيء نعبش برلو بحر الميت. بحر الميت بالميت والله ما عندي فكرة. كي قالك خلقتي تمر بنا أزنزان ومينا المي تتبخر فيه بسرعة ما بعرف ما عندي أي معلومات. البحر الميت يعني بيكون تشتي هندري ناقد مرينه يعني تشتي قاستي ناعيش يعني انسان يشلو يعني ما صير في افضل ورد في ابد ناعيش البحر الميت ناقد هناك هذا. لأنه ميت ما بعيش فيه أسماك. الحيوان اللي ناعيش لينا ليس فيها حياة. والله حد زعل بحر الميت زعل نزعل ليش ما عندنا بحر الميت نعم. البحر الميت ليش سموه البحر الميت؟ لأنه مالح كتير. بحر الميت يمكن حيوانات ناعيشن نه بشكل عام. والله نظام فيها ناول نظام لأنه ميت لأنه مريح لأنه ما تعيش عليها حيوانات مزبوط؟ شدة الأملاح ما بتعيش فيه كائنات لنسبة الملوحة الزايدة شيء الميت نظام جبرقو ملوحتها قافي زيدية تم كائنات حية نكر انت بعيش جبرولو حيوانات ناعشة بحر الميت من كثرة الملوحة لا تعيش فيه الحيوانات. بحر الميت شو ما بحر الميتة يا خديه وكيل أفسو أصل بدر باصنا بوجي يعني عزفات شلو أزعل مشي هذا ناسكر بس إنه شو ما ولو تفهم كده بحر الميت ولو يعني ولو جي خد ولو ماي ونحركي ولو نام أبناء ولو ليكرن إيه. البحر الميت بحيرة ملحية مغلقة تقع على البحر الأحمر زاي يا أخي سؤالك فين عبق؟ فاصل بين الأردن وفلسطين. سمي بالبحر الميت. سبب نفط زايد.